من رحلة الطاحونة إلى الميلاد الثاني، قصيدة للشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني، إلقاء الشاعر زايد حاشد. من الفجر حتى الفجر ننجرك الرحى، إلى أين يا مسرى ومن أين يا ضحى؟ أضعنا بلا قصد طريقا أضاعنا، ولا حلنا درب بدأناه فمحا، وشوشنا تلويح برق أهاجنا وولى، ولا ندري إلى أين لوحا. وقلنا كما قال المجدون: من غفى عن الفوز لم يظفر، ومن جد أفلحا. إذا لم نجد في أول الشوط راحة، فسوف نلاقي آخر الشوط أروحا. ورحنا نسقي الرمل أمواه عمرنا فيضمى، ويرويه إلى أن ترنحا. سرينا وسرنا نطحن الشوك والحصى، ونحسو ونقتات الغبار المجرحا. ومن حولنا الأطلال تستنفر الدجى، وترخي على الأشباح غابا من اللحى. هنا أو هنا يا زحف نرتاح ساعة، تعبنا وأتعبنا المدار المسلحة. كطاحونة نمضي ونأتي كمنحنى، يشد إلى رجليه تلا مجنحا. فيا ذكريات التيه، من جر قبلنا خطاه وأمسى مثلنا حيث أصبحا. ركضنا إلى الميلاد قرنا وليلة، ولدنا فكان المهد قبرا تفتحا، ومتنا كما يبدو رجعنا أجنة لنختار ميلادا أشق وأنجحا.